نشرة الأخبار. السابعة صباحا في تونس، التاسعة صباحا في القدس الشريف. تحية طيبة لأوفياء الإذاعة الوطنية التونسية أينما كانوا. هذه نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تونس تسدد 81.1% من قيمة دينها الخارجي وفق مؤشرات البنك المركزي، ووكالات دولية للتصنيف الائتماني تراجع نظرتها المستقبلية لأفاق الاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة. تقلبات جوية منتظرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحماية المدنية تدعو متساكني هذه المناطق إلى الحيطة والحذر. 9 شهداء وعشرات الجرحى في جنين وتوباس مع انطلاق عملية عسكرية صهيونية فجر اليوم، هي الأكبر منذ عملية السور الواقي عام 2002 بشمال الضفة الغربية، و17 شهيدا في قصف صهيوني على مخيم جباليا بقطاع غزة. والأمم المتحدة تعلن عدم قدرتها على عملياتها الإغاثية والطبية ومواصلتها في قطاع غزة. أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم مستمعين مشاهدينا الكرام. قضت الجلسة العامة القضائية المتعهدة بالنظر في الطور الثاني من قضايا نزاعات الترشح لانتخابات رئاسية 2024 أمس، قضت بقبول طعن المترشح عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا لتقر بذلك نقض الحكم الابتدائي بخصوص ترشحه، كما قضت برفض طعن المترشح ناجي جلول شكلا في انتظار القضايا الأربعة التي ستصدر غدا الخميس، وتعد أحكام هذا التور من التقاضي باتة ونهائية. قضت جلسة عامة قضائية بتاريخ 25 أوت خصوص القضيتين المطروحتين عليها في إطار نزاعات ترشح انتخابات رئاسية. بخصوص القضية الأولى متعلقة بالرغبة في ترشح السيد عبد المكي، قررت الجلسة العامة قبول طعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقبول مطلب الطعن للترشح انتخابات رئاسية لسنة 2024. بالنسبة للملف الثاني المتعلق بالسيد ناجي جلول، قررت برفض طعن شكلا، وتواصل الجلسة العامة جلسات مفاوضاتها بخصوص الأربع قضايا المتبقية، ويكون تصريح بالأحكام المتعلقة بها يوم الخميس. يذكر أنه جميع هذه الأحكام هي باتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب. سددت تونس في إطار خدمة الدين الخارجي وحتى يوم 20 أوت الحالي ما يعادل 9,989.9 مليون دينار، في حين تقدر القيمة الإجمالية لأقساط الديون حسب قانون المالية لعام 2024 بزهاء 12.3 مليون دينار وفق المؤشرات المالية والنقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتؤكد البيانات أن تونس سددت 81.1% من قيمة دينها الخارجي دون تعثر أو تأثير ملحوظ على احتياطي النقد الأجنبي، وتمكنت خلال النصف الأول من هذه السنة من تسديد فوائد بعنوان الدين الخارجي بقيمة 1,127.5 مليون دينار، علما وأن وكالات دولية للتصنيف الائتماني قامت على هذا الأساس بمراجعة نظرتها المستقبلية لأفاق الاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة وفق البيانات نفسها. وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته مؤخرا استمرار المساعدة المالية من شركاء تونس في شكل ثنائي ومتعدد الأطراف حتى دون برنامج من صندوق النقد الدولي. أوصت الحماية المدنية في بلاغ تحذيري أمس متساكني المناطق الغربية بشمال البلاد ووسطها بالابتعاد عن ضفاف الأودية ومناطق تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية. وجاء التحذير في ظل توقعات بنزول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح وسواعق. الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معزة رعاء والتفاصيل.
الدعوة إلى المواطنين إلى اتخاذ بعض الإجراءات وكذا الأخذ الحيطة باش نتجنبوا الأخطار هذه. نتوجهوا مثلا إلى سكان من المناطق اللي قريبة من الأودية بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول، باعتبار أن الأمطار هذه قد تشكل السيول وتتفق مياه قوية. تجنب بالمجازفة بعبور الأودية، تفقد كذلك قنوات تصريف المياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها وخاصة حول المنازل لمنع تجمع المياه. كذلك تجنب ركن الطائرات تحت الأشجار والبنايات المتداعية. الدعوة كذلك إلى تجنب السباحة بالشواطئ وخاصة من هذه النظمة. وتكون العوامل الجوية اليوم وخاصة مساء ملائمة لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا بالوسط وبعض مناطق الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق الغرب للوسط مع تساقط البرد. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق الرحال. تكون العوامل الجوية ملائمة لتكاثف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ومتفاوتة من حيث الكمية بالمناطق الغربية. نتوقع أيضا حتى آخر الليلة ظهور خلايا رعدية ممطرة خاصة بمناطق الشمال وبعض مناطق الوسط، وستكون فاعلية هذه السحب الركامية الرعدية أقوى خاصة في العشية بالمناطق الغربية للوسط مع تساقط البرد في أماكن محدودة، انخفاض في الحرارة، وتتقوى الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. وإزاء تراجع مخزون السدود إلى 23.2%، دعا المرصد التونسي للمياه إلى إعلان حالة طوارئ مائية. وأوضح المرصد التونسي للمياه أن معدل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 190.9 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في اليوم نفسه خلال السنوات الثلاثة الفارطة وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية واسعة النطاق لجمع التبرعات لتأمين استعدادات العودة المدرسية والجامعية والتكوينية والتي تهم 3637 مكفولا في مختلف مراحل التعليم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. إلى آخر تطورات في فلسطين، فقد استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات في جنين وطوباس خلال عملية عسكرية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية منذ الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وهي العملية الأكبر منذ عملية الصور الواقعة عام 2002 بشمال الضفة الغربية التي كان الهدف منها القضاء نهائيا على الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وقد استشهد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال على مخيم الفارعة في طوباس، وكانت قوات الاحتلال بدأت اقتحامه بعملية إنزال لجنود بعد وصول مروحيات إلى محيط المخيم، عقبها الدفع بعدد من الآليات العسكرية وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة. من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 5 شهداء و3 مصابين حالة أحدهم حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين، وذلك بعد تسلل وحدات خاصة إسرائيلية للمخيم. وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الذي أطلق النار بشكل مباشر صوب المواطنين، مما أدى وفق مصادر طبية لاستشهاد شخص وإصابة 3 بالرصاص الحي. يبدأ الجيش بعدها الدفع بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة والمخيم وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وذكرت الصحيفة العبرية يدعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفيات في جنين والخليل وبيت لحم. أما في قطاع غزة فقد ارتقى 17 شهيدا وأصيب العشرات فجر هذا اليوم في قصف صهيوني مباغت ومفاجئ على مخيم جبليا. دبلوماسيا، نددت حركة حماس بقرار الاحتلال تمويل جولات صهيونية للمسجد الأقصى مؤكدة أن هذا القرار يعد تصعيدا خطيرا يقود المنطقة إلى حرب دينية. رئيس حركة حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين حمل نتنياهو مسؤولية تعطيل الاتفاق بشأن هدنة في قطاع غزة مؤكدا أن المعركة الكبرى ستكون بشأن المسجد الأقصى والقدس.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أعلن مؤخرا نيته إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية رفض الولايات المتحدة ومعارضتها تصريحات بن غفير بشأن إقامة كنيس في الحرم القدسي، منبها من أن تصرفاته تثير التوتر في وقت تواجه فيه إسرائيل، إيران وحزب الله وحماس. في الأثناء أعلنت الأمم المتحدة عدم قدرتها على مواصلة عملياتها الإغاثية والطبية في غزة بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال قرار إخلاء للمدنيين واللاجئين من عدة مواقع بالقطاع، ما يعكس خطورة الأوضاع الإنسانية في المنطقة. ناجي بن جنات وقراءة في الموضوع في سياق التقرير التالي. أعلن الأمم المتحدة توقف عملياتها الإنسانية في غزة، ما يعكس فداحة الوضع الإنساني في القطاع المنكوب. هذا الموقف الأممي يضع الأمم المتحدة في موضع امتحان صعب، ويختبر مجددا ضمير العالم تجاه هذه المأساة الكبرى. وضع خطير يعكس العجز العالمي، وفق الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس. تصريح الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة المقصود منه هو فضيحة التجاهل للوضع في غزة من طرف مجلس الأمن، ومجلس الأمن تحت طغيان الفيتو عن الحكومة الأمريكية حول الوضع في غزة، بحيث النظام العالمي عاجز والأمين العام للأمم المتحدة وقع تعجيزه من عودة سياسة الاستعمار والتمييز المسلط على الشعب الفلسطيني، وكأنه ليس في أرضه. موقف الأمم المتحدة يقتضي خطوات عملية سريعة، أولها التعجيل بوقف إطلاق النار بتضافر الجهود الدولية وتكثيف الضغط على الكيان الصهيوني قبل فوات الأوان. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل، أمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. تونس تسدد 81.1% من قيمة دينها الخارجي وفق مؤشرات البنك المركزي، ووكالات دولية للتصنيف الائتماني تراجع نظرتها المستقبلية لأفاق الاقتصاد الوطني من سلبية إلى مستقرة. تقلبات جوية منتظرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، والحماية المدنية تدعو متساكني هذه المناطق إلى الحيطة والحذر. 9 شهداء وعشرات الجرحى في جنين وتوباس مع انطلاق عملية عسكرية صهيونية فجر اليوم، هي الأكبر منذ عملية الصورة الواقعة عام 2002 بشمال الضفة الغربية، و17 شهيدا في قصف صهيوني على مخيم جباليا بقطاع غزة. والأمم المتحدة تعلن عدم قدرتها على مواصلة عملياتها الإغاثية والطبية في القطاع. يوم سعيد متواصل بعد قليل مع نبيل عبيد وكامل الفريق حتى 9 صباحا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق، دمتم في رعاية الله وحفظه. عندك أي تساؤل؟